حصلت، وانا هنا بنتقل لحكايه تانيه او حدوته تانيه، وهي حدوته مؤسفه او حدوته ماساويه. شاب في عز شبابه، قوته وصحته، اسمه عبد الرحمن اسامه. عبد الرحمن اسامه بيلعب كونغ فو، رياضي يعني مفيش بعد كده، لياقه بدنيه، الله اكبر ورحمه الله عليه. توفي، هو سقط فجأة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فجأة زي ما حضراتكم شايفين، هو في الماتش فجأة يا حبيبي الله يرحمه وقع. ايه اللي بيحصل؟ التشخيص الأولي، أصيب بشلل رباعي. يا نهار أبيض، ورقد عبد الرحمن في هذا السرير 10 أيام وتوفي. طيب، هذه ما يطلق عليها بطولة. طب هل هذه البطولة أو المسابقة رسمية ولا غير رسمية؟ الإجابة غير رسمية. وقع عبد الرحمن زي ما حضراتكم شفتوا في الصورة اللي فاتت، نقل للمستشفى، دكاترة قالوا ده شلل رباعي، 10 أيام وفارق الحياة وقابل وجه رب الكريم. قابل وجه ربي الكريم. معانا على التليفون كابتن محمد عبد اللطيف، وهو عم الفقيد عبد الرحمن. اهلا بيك يا فندم، والبقيه في حياتك وربنا يصبركم. بقاء لله، العزه والدوام لله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حادث مؤسف. يعني عايز اتكلم مع حضرتك، انا طبعا بقدر حضرتك وبحترمك وبجلك يا فندم. العفو على راسي يا فندم. العفو يا فندم. ده سبوبه رياضيه يا فندم، نصبايه، من مدرب واتنين مدربين قاعدين مع بعض، اوهموا الولاد ان في بطوله كونغ فو تبع المنطقه احنا هنعملها باشتراك 200 جنيه. عبد الرحمن زي ما حضرتك شاب، ابوه زرعه عشان يحصد ثمرة زرعته، 19 سنة، شاب مؤهل متوسط، كان بيشتغل في يوم ويروح يلعب في يوم يا حبيبي. فحضرتك جاي قال لي يا عمي أنا هشترك في بطولة كونغ فو في نادي في عندنا في بني سويف. قلت له يا ابني العب، مفيش مشكلة، ما في النادي المحترم وأكيد البطولة كويسة أدام في تحت مظلة نادي محترم. فوجئت حضرتك ان اتصال بيجي لي تليفونيا وقت الحادث من اخويا، الحق عبد الرحمن وقع ومش بيتحرك. فانا رايح على اساس ان انا رايح في النادي اللي اعلن لعبد الرحمن انه هيلعب فيه. فوجئت ان معمول في صاله خاصه، بدروم تحت عماره متجهزه كصاله، سبوبه. فالولد وقع على البساط، واحنا طبعا بتوع تربيه رياضيه عارفين ان بساط الكونغ فو مساحته 8 في 8. لا ده حضرتك 3 متر في 4 متر، ده عوائق وحوائط، اوضه. الله ينور على حضرتك، اوضه محطوطه عامل فيها الايه الماتش وحكام وناس واكثر يعني من 100. يعني عمليه اصلها دي باكيه جراج. 100 150 عيل ما شاء الله موجودين بيتصارعوا او بيتنافسوا على شهاده وورقه وحته ميداليه عشان الم فلوس. عبد الرحمن حضرتك جاله كسر في الفقره الخامسه والسادسه نتيجه الوقعه اللي وقعها. ما علينا ان ممكن وارد انه يصاب، وارد انه لاعب بيلعب يقع، انما انا حضرتك بقى بتاع تربيه رياضيه وبتاع نشاط رياضي طبعا. اشيل الولد، انا اسف للجمهور، زي الشوالة على كتفه وانقله لأوضة المدرب، وانا راجل فاهم وعارف ان ولد وقع وبيقول يا ظهري احتمال يكون في حاجة في العمود الفقري، يبقى اسيبه مكانه لحد المتخصص والمسعف. ده انا يا فندم ولا تربية رياضية ولا حاجة، لكن اللي نعرفه اول حاجة اسعافات اولية، واحد وقع ما بقربلوش، اكلم مسعف عارف هيحركه ازاي. ده المفروض ان حضرتك ان البطولة تقام لازم اخطر امن، لازم اخطر اسعاف، لازم اخطر مديريه الشباب والرياضه طبعا، لازم اخطر الاتحاد بتاعي ان انا عندي تجمع وعندي بطوله وعندي 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 وعندي.
الولد راح المستشفى، رحت اولا المكان، لقيت الولد على السرير، فبسال الجماعه، طبعا انت عارف الشباب بقى حواليه بيحركوا رقبته، بيحركوا ايده، بيحركوا جسمه، ما هو محدش فاهم، ما هو محدش قال. قلت لهم سبوه عبد الرحمن، قال لي يا عمي ظهري وجعني، وقلت له طب ارفع ايدك، قال لي مش قادر مش حاسس بيها، قلت لهم بس سبوه. ابوه جري، المدرب المحترم حتى ما كلفش خاطره يتصل بالاسعاف ويجيبها، ابوه اللي راح جري راح جاب الاسعاف من المرفق بتاع الاسعاف عشان يشيلوا الولد. طبعا البساط نفسه مساحته غير قانونيه، البساط غير مجهز للوقوع وتلقي الصدمات بتاعت الولاد. فوجئت حضرتك كمان ان البطوله غير رسميه، ما اتصلت بدكتور عمرو اسماعيل نائب المدير التنفيذي للاتحاد كونغ فو، بيقول احنا ما نعرفش حاجه عن البطوله دي. اتصلت بمنطقه كونغ فو بني سويف، ما نعرفش حاجه عن البطوله دي. النادي اللي اتحط اسمه، النادي اللي اتحط اسمه عندهم علم عن البطوله؟ النادي اللي طالع منه كارنيه عبد الرحمن ما يعرفش ان الولد مقيد عنده، والمدرب ده ما بيدربش في النادي ده، يعني الكارنيه كمان مزور. الله، ما دي سبوبه ونصبايا، يعني الكارنيه اللي طالع ما بحثنا عليه في مديريه الشباب والرياضه، والجماعه مشكورين شكلوا لجنه عشان يبحثوا الموضوع، اكتشفوا انه مش مقيد في النادي بتاع التطبيقيين اللي هو طالع بيه باسمه الكارنيه، وقالوا المدرب ده مش عندنا واللاعب ده مش عندنا. طب عبد الرحمن جات الاسعاف ونقلته على مستشفى، صح كده؟ نقلناه على المستشفى التخصصي، المستشفى التخصصي عملنا الاشعاعات المبدئيه، وطلب مننا رنين مغناطيسي، وطلب مننا اشعه مقطعيه، رحنا عملناهم ورجعنا. الدكتور قال يا جماعه انا ما عنديش رعايه تاخد الحاله دي، الحاله دي حاله خطر، قدامك طريقين تتجه عليهم، يا تطلع على القصر العيني في القاهرة، يا تطلع على مستشفى الجامعة بني سويف، ولو لقيت حاجة في مستشفى الجامعة يبقى أفضل، لأن نقله في سطور. هي كانت الإصابة إيه؟ كسر في الفقرات العنقية، الفقرة الخامسة والستة، أدت إلى ضغط على الحبل الشوكي، عملت شلل رباعي. أوبا. هو طبعا حضرتك اتجهنا لمستشفى الجامعة، واتصلنا بالمسؤولين ومجلس الوزراء، وفروا لنا الله يكرمهم رعايه، والولد اتعامل هناك بمنتهى الحرفيه ومنتهى الاهتمام، وقعد في العنايه المركزه ما يقرب من 10-12 يوم، بس المشكله ان الحاله الصحيه بتاعته تدهورت من رقدته، جاله ضمور في الرئه، ضغط كذا ضغط كذا، ما قدرناش نعمل عملية اللي المفروض تتعمل، والامور ساءت الى ان توفاه الله. اللي عايز اقول لحضرتك كمان المعلومه اللي جات لي وانا في عزاء عبد الرحمن دلوقتي، ان المدرب المحترم بيقول لزميله مدرب المحترم وبيقسموا التركه بعد ما البطوله خلصت، وبيقول له انا دفعت 1600 جنيه رنين مغناطيسي، مع ان انا اللي ساحب من فيسكي انا الفلوس ورحت دافعها للمستشفى بايدي. طب قدمتوا بلاغ ولا لا؟ قدمت يا فندم بلاغ في الاسم، وعملت محضر وتحول للنيابه، وامبارح كان قرار النيابه بعرض الجثه على الطبيب الشرعي، وطبعا كتبوا تقاريرهم، ومثل في انتظار بقى تقرير النيابه وقرار النيابه. ربنا ينصفكم، بس ربنا ينصفكم. حق عبد الرحمن، حق عبد الرحمن دلوقتي في رقبة مين؟ حق عبد الرحمن وحق على اللي جاي بعد عبد الرحمن يلعب في الصالات الغير مرخصة في رقبة مين؟ يعني المدربين اللي بيعملوا سبوبة رياضية ومال رياضي فاسد في رقبة مين؟ هي كده بقى في عندنا حاجتين، أول حاجة إنه لازم يتم محاكمة المسؤولين دول الاثنين، المدربين او المدرب ايا كان، اللي قاموا بقى بواقع التزوير لكارنيهات، واللي راحوا حجزوا في صاله غير مجهزه بشكل سليم، وفي نفس الوقت اللي قاموا باجراءات نقله علشان خاطب بطريقه غير سليمه طبيا، قد تكون ادت بالفعل لمضاعفات. فدي فيما يتعلق بقصه عبد الرحمن نفسه بشكل مباشر، وربنا ينصفكم فيها. لكن في القضيه الاكبر، الا وهي
هو ازاي يتعمل نوع من الماتشات لرياضه في رياضه من الرياضات القتاليه دون حسيب او رقيب او مراجعه او متابعه ازاي يعني؟ طبعا طبعا. ازاي يا فندم؟ ما كل مدرب دلوقتي فتح اكاديميه او فتح صاله عايز يلم زباين اكتر وعايز يلم ناس اكتر، فيفرح اولياء الامور بميداليه وشهاده عشان كل واحد يقول انا ابني بطل. وهي عمر الصالات دي ما بتطلع بطل، الصالات دي بتطلع يعني جهلة رياضيا، بتطلع معاقين، بتطلع ناس بتتقتل من الإهمال. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويسامحه يا فندم. أنا أختتب عند الله شهيد بإذن الله، أنا أختتب ورا الله يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ويصبركم، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينصفكم ويجيب حق ابننا عبد الرحمن. انا من منصتك الاعلاميه محترمه بقول حق عبد الرحمن اسامه عند مين؟ بطالب وزير الشباب والرياضه، بطالب المسؤولين عن قطاع الرياضه، بطالب المسؤولين عن الاماكن دي وترخيصاتها يراجعوا نفسهم. ولادنا، زهره شبابنا، زرعنا بيضيع. لازم نلحق الولاد، لازم نلحق الولاد. انا بشكرك كابتن محمد عبد اللطيف وهو عم الفقيد عبد الرحمن اسامه مره تانية، البقيه في حياتكم وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينصفكم ويجيب لكم حقه. ألف ألف شكر.